بسم الاب والابن والروح القدس الله واحد امين. بنتكلم عن العهد مع الله، وهنتكلم عن خيانة العهد. اللي ليه عهد مع الله بيكون مختتن بالقلب واختتان الروح. ربنا بيتكلم عن خيانة العهد مع الله في ارميا النبي، ارميا 11، بيقول ويل وملعون من لا يسمع كلام عهدي وملعون من يخونني. ملعون من يخون الله. طيب نشوف دلوقتي خيانة العهد بتكون جزاءها ايه. ملعون هيكون ان ربنا هيقذفكم كما بمقلاع، انتوا كل سكان الارض يا مصر، انت ليكي ضربات لوحدك. يعني الله اختصك بضربات من ابشع ما يمكن،